ولما ضرب ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من كل امرأتين تذودان قال إلى ما نسقي حتى يخرج وأبونا كبير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت الصاجر إن خير من الصاجر فالقيت لين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك تجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما بينين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاب كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حزن عليم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه هو السميع العليم
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من هملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بعث شديد
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألا يعلم من في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك المهمة بها قابلين لها واسمنا بها ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لنا والوفاق لنا وأنا شيخ الهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا قوم اجعلوا الدار العالمين ولكن في جنات الجنين الأول والأبد.